والإمام والمؤذن لابد يكون عنده فقه، يعني ما يعصب. ليش؟ لأن الشيطان موجود أين؟ في المسجد. يا سعد أعطينا الجوال، والله المشكلة بهذا قامت السماوات والأرض. العدل صح؟ نعم. هات شوف، عندنا إمام، وهذا الإمام لا يطيل أبدا. دخل واحد من المصلين إلى المسجد في السوق، فالآيفون وصل وقال هذا الرجل للإمام، قال أقم الصلاة. هذا رجل دخل ويقول للإمام أقم الصلاة، الإمام ايش صنع؟ ايش صنع؟ أقام الصلاة وصلى ولا تكلم بكلمة معه. عندما انتهت الصلاة خرج هذا الرجل، الإمام خرج في الخارج وراء الإمام، قال كيف الحال؟ قال والله طيبين. قال من زمان ما شفناك، ايش اخبارك؟ طيبين. ايش حصل في اوكرانيا؟ قال والله حصل في اوكرانيا في مشاكل وكذا وكذا. وقال كيف البترول الان؟ قال والله البترول الان شوي انخفض شوي ارتفع وكذا. المهم يتكلم يدردش. وبعدين ربع ساعة مرة، قال كم لنا نتكلم؟ قال والله تقريبا ربع ساعة 20 دقيقة. قال يا ما تخاف الله، في المسجد ما استطعت تبقى دقيقتين، وهنا باقي معي 20 دقيقة. آخر مرة تدخل المسجد وتقول أقم الصلاة. لو قلت أمام الجماعة سأقول هذا يقف في الخارج 20 دقيقة ولا يتعب، ويدخل المسجد ويصنع مشكلة، انتهت القضية. مفهوم؟ لازم يا أخوان تتذكر أنك في مقام إيش؟ مقام عالم، مقام إمام، مقام دعوة. لازم تصبر على أذى الناس، ما تقول والله أنا الإمام ما احترموني وفتح الميكروفون وكذا. لازم تؤذى، أوذي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنت ما تريد تؤذى ها؟ وبعدين إيش حصلت أنت؟ في واحد قال عنك مجنون وساحر وكاهن ورادوا قتلك وضعوا لك السم في الطعام، هاي شيخ؟ لا، بالعكس، يقول أنا يقولون للشيخ والإمام وروح البقالة يقدموني إذا كان فيه صح طابورة وكذا، صحيح أو لا؟ إذا ما حصلت شيء، مفهوم؟ يا أخي احتسب واصبر، لا تعصب، لا تغضب، مفهوم؟ والتغافل نصف الحياة. التغافل إيش؟ تعرف إيش التغافل؟ يعني في واحد يتكلم فيك في المسجد ويسب فيك بعد كل صلاة ويكلم الجماعة عليك، ولا السلام عليكم، كيفك أبو فلان؟ طيب الله يبارك فيك، الله يرحم والديك، أعطيه هدية، أنت قدوة، مفهوم؟ سيكتب في التاريخ، يكتب عند الله، يكتب في التاريخ أن أسامة أما الناس بالأدب بالأخلاق، ما تكلم، تكلموا عليه سبوه قفل الميكروفون وهو هكذا. مو عشان الوزارة، لا، لله. ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. تعرف ايش يعني قط يا أسامة؟ يعني ولا مرة واحد انتقم لنفسه، مفهوم؟ انتقامه لله، لا تقول والله أنا أتكلم، مفهوم؟ لا، أدب، خلق، تربي الجماعة، أنت مربي، أنت معلم شئت أم أبيت. لا تقول أنا ماني مربي، أنت عندما وضعوك الآن إمام أو مؤذن في المسجد أنت قدوة. وأنا أسأل كل واحد فيكم، هل تأثرت بإمام أو مؤذن؟ لابد يقول نعم. انظر مثلا عندنا الشيخ علي الحذيفي حفظه الله، يا شيخ لا يترك الصلاة، والله أحيان في رمضان يخرج بعد صلاة التراويح في المدينة، يحرم ويمشي إلى مكة يعتمر ويرجع يدرك الفجر أحيانا، حرص على الصلاة. وفي عندنا شياب ما يتغيب عن الجماعة أبدا، شايب صح، وإمام المسجد تغيب، مصيبة هذه.